السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، مرحبا من جديد في فيديو التاسعة مساء وموضوع جديد أكيد بعد الصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. نورمالمون وعدتكم في الفيديو ديال أنتم تسألون وأنا أجيب أني غادي نخصص فيديو اليوم لمنتوج مزيل للتصبغات الجلدية. للأسف مازال ما كملتش لا فورماسيون، فلهذا ما قدرتش ندير اون فيديو على هذا المنتوج، فحتى الغدا باذن الله وان شاء الله تعالى. اكيد اليوم اختاريت نتكلم على واحد لاكا، صراحه تاخرت اني نتكلم عليها، من مختبرات كالديرما كندا. لاكا هي سيتافيل. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على لاكا بصفه عامه، غادي نوريكم المنتوجات وفيديوهات اخرى ان شاء الله. غادي نخصص باذن الله جوج منتوجات لكل فيديو حتى نكملوا لاغام. سيتافيل فيها ثلاثة ديال الانواع. ففي الاول ديال يعني لاغام سيتافيل فاش بانت وفاش عرفناها، فكانوا فيها المنتوجات صالحة للبشرة الجافة فقط. فكان فيها سيتافيل لا كريم 50 غرام، كانت فيها سيتافيل لا لوسيون نيتويونت، وكذلك الواقي الشمسي 50 بلس. من بعد التحقات بتشكيلة البشرة الجافة، سيتافيل 100 غرام وسيتافيل ديلي ادفانس لوسيون 225 غرام. من بعد التشكيلة ديال البشرة الجافة جات التشكيلة ديال البشرة الدهنية في شخص منتوجين، سيتافيل ديرما كونترول موس نيتويونت 235 ml و سيتافيل ديرما كونترول اويل كونترول لوسيون موسترايزر SPF 30. بالنسبة لغسول التنظيف، فهناك يعني دائما كنتكلموا على البشرة الدهنية، فهناك سيتافيل اولدي سكين كلينسر لوسيون نيتويونت 236 ml. بالنسبة للبشرة الجافة، فأكيد هناك غسول لتنظيف هذه البشرة، فاحنا ذكرناه غير ما ذكرناش الأحجام المختلفة، ففيه ثلاثة ديال الأحجام مختلفة. فعندنا سيتافيل جنتل سكين كلينسر لوسيون نيتويونت 200 ml، يعني كيجي في حجم عادي ماشي بومب بحال هذاك اللي كتشوفوا قدامكم. كذلك هناك يعني سيتافيل لوسيون كلينسر سكين كلينسر لوسيون نيتويونت في حجم 236 ml، وسيتافيل جنسن سكين كلينسر لوسيون نيتويونت في حجم 500 ml، وهو كيبقى حجم اقتصادي بامتياز. لترطيب الجسم، فهناك سيتافيل لوسيون هيدراتانت بومب 236 ml، وسيتافيل لوسيون هيدراتانت بومب 500 ml، وكذلك حجم اقتصادي. كذلك جاءت لاغام سيتافيل ومختبرات جالديرما كندا بتشكيلة لأصحاب البشرة الجد جافة، أو اللي كنقولوا بهم اون بو اتوندونس اتوبيك، واللي احيانا هاد النوع ديال البشره كيبانوا فيها شي قشور، يعني قشور كيكون فيها جفاف جد جد حاد من جراء الحساسيه ديالها للروائح، من جراء نقص شديد ديالها من الماء والزيوت. فمختبرات جالديرما كندا كتقترح تشكيله فيها لو لي ليموسيون و لو جيل نيتويون خاصة لهذا النوع من البشرة. فكما قلنا عندنا ثلاثة ديال المنتوجات. المنتوج الأول سيتافيل ريستوغاديرم إيميسيون هيدراتانت، هذه كنقدروا نستعملوها للوجه، وكتجي يعني في الحجم ديال 295 ml. سي اون إيميسيون، يعني دائما كما ذكرت بوغ لي بو اتوبيك، يعني البشرة اللي كتكون ناشفة بزاف عاد وفيها القشور، وتقدر حتى تكون على شكل اكزيما اللي عطينا داك الجفاف، فنقدروا نستعملوا ليها
هاد لا غام ديال سيتافيل ديال لا بو اتوبيك. كذلك عندنا ريستوراديرم لو لي ايدغاتون 295 ml 295 ml دائما، وهذه خاصه للجسم بحكم انها كتجي على شاكله او شكل حليب. كذلك عندنا سيتافيل ريستوراديرم نيتوايون ابيزون 295 ml، هذه يعني جل لغسل سبع الجسم او الوجه، بحكم ان حتى يعني لو كور كيكون اتوندونس اتوبيك ماشي غير الوجه، وخاصه هاد القضيه او هاد المساله او هاد المشكل كيكون في الجسم اكثر ما كيكون في الوجه. بطبيعه الحال ما غاديش نساو الواقي الشمسي اللي سيتافيل الغني يعني التعريف والمشهور جدا، فكلنا كنعرفوا ليكرون سولير ديال لا غام سيتافيل، فما كاينش اللي ما كيعرفوش نهائيا. جميع المنتوجات ديال سيتافيل فهي صالحه للبشره الحساسه بامتياز، صالحه لجميع الاعمار، فيمكن حنا كننصحوا بسيتافيل كننصحوا بها يعني من لي بيبي حتى الناس الكبار والاطفال، فما كاين حتى شي اشكال نهائيا. ما كيمكنش ابدا انك شي نهار تنصح بسيتافيل لشي واحد او مجموعه ديال الاشخاص وتجيك شي شكوى او يقول لك انا هذا المنسوج ديال سيتافيل دار لي حساسيه او ما والبنيش او ما واتانيش، ايا كان هذا المنسوج ديال سيتافيل. فنهائيا سيتافيل كنقدروا نكونسيوها يعني كما كنقولوا دائما بعينينا مغمضين، فكيبقى منتوجات جيده جدا. سيتافيل رغم توفرها على نسبة من الكحول، فهذا الكحول المتوفر بها ليس بالكحول القوي، يعني ماشي ذاك الكحول اللي الدوزاج ديالو او الكونسنتراسيون ديالو طالعة، ولا الكحول المجفف كالمتواجد او الموجود في مواد التنظيف، هو كحول دهني فقط، ليس هناك يعني ضرر من تواجده في المنتوجات التجميلية. كتبقى المنتوجات ديال سيتافيل كما قلنا من بين المنتوجات الجيدة اللي كيمكن لنا أننا نصحو بها دون خوف أنها تسبب لنا تهيجات جلدية، منتوجات فعلا صديقة للبشرة بامتياز. كنتمنى أنني نكون كالعادة وفقت في اختيار موضوع اليوم. لا تنسوا البارتاج واللايك قدر ما استطعتم، يعني اي واحد فيكم كيتفرج في القناة وكيستفد ولو شيء بسيط بسيط بسيط، فرجاء امانة، هذه امانة كنحملها لكم، اي واحد او اي وحدة استفدت من الفيديو ولو شيء بسيط، فامانة امانة لكم انكم قبل ما تخرجوا من الفيديو تخليوا لايك وتبارطاجيو لا فيديو او تبارطاجيو لا شير مع الاهل والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمساله ما غتكلفكمش يعني شي جهد ولا تعب بحال الجهد والتعب اللي يعني كندير انايا، فلهذا ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج رجاء فضلا وليس امرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واضرب لكم موعدا جديدا غدا باذن الله تعالى. إلى اللقاء.